مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم ككل يوم احد مع برنامجكم الحواري حديث مع الصحافه. ضيفنا لهذا المساء هو السيد نبيل بن عبد الله، امين عام حزب التقدم والشراكيه، للحديث عن كيف تدبر احزاب الاغلبيه الحكوميه خلافاتها، وهل يؤثر ذلك على اداء الحكومه وصورتها امام الراي العام الوطني، وعن موقع حزب التقدم والشراكيه داخل الخريطه السياسيه الحاليه، وموقفي من مجموعه من القضايا السياسيه والاجتماعيه التي تعرفها البلاد. سيد نبيل بن عبد الله مرحبا بك. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه. شكرا لك حضور معنا. اذا ما الزملاء محمد احداد صحفي بيومية المساء. سمح الله، مرحبا بك. مرحبا وشكرا على الاستضافه. شكرا لك مره اخرى الحضور معنا. وايضا محمد غروس مدير موقع العمق. سمح الله، مرحبا بك. مرحبا بك ايضا وبالساده المشاهدين. اهلا وسهلا سيدي عبد الله. بدايه، موقع يوم امس يوم السبت، بعد اشهر من الاحتجاجات قرر الاساتذه المتعاقدون تعليق الاضراب ديالهم والعوده للتدريس لتفادي سنه بيضاء. كيفاش شفتي هذا القرار هذا، وكيفاش شفتي هذه الازمه اللي عرفها قطاع التعليم، حيت شفنا مجموعه من الاحتجاجات وخصوصا في مدينه الرباط؟ كيفاش شفتي هذا القرار اولا ديال الاساتذه المتعاقدين، وايضا الازمه كامله؟ اولا ما يمكن لي الا نحييهم على هذا القرار، لانه ينم على روح وطنيه عاليه وسعي حثيث لانه يتم تفادي السنه البيضاء، لان الامر له تأثير مباشر على مئات الآلاف من الأسر المغربية اللي كيعانيو كثير باش يديو وليداتهم للمدرسة ويسانيو بهم السنة على أحسن ما يرام. الآن أعتقد أنه منذ البداية هذا الأمر تدبيره لم يكن على أحسن ما يرام. سبق لنا من داخل الحكومة من خارجها كذلك أننا أكدنا على أن مقاربة التعاقد وإن كانت إلى التأسيس خاصة التأسيس ماشي في إعادة لما عشناه من قبل بالنسبة لسد الخصاص، بالنسبة للتربية غير نظامية كانت دارت وأدت في النهاية إلى احتجاجات وتم وكانت مضطرة الدولة إلى أنها تدخلهم للوظيفة العمومية. فبالتالي لما كان عندكم هذه التجربة كنا قلنا لهم إلا غديروا شي حاجة ديروها بحقوق كاملة متكاملة. أن هناك اعتبارات مرتبطة بالمالية العمومية، المشكل اللي كاين أن هناك اعتبارات مرتبطة بالمالية العمومية وكذا، هادشي مفهوم وحنا طرف في هذه الحكومة، لقاو حل. ولكن منذ البداية يمكنش تدخلوا الناس بناء فقط على أجر، خاص يدخلوا بناء على حقوق متكاملة اللي هي كتساوي حقوق ديال الاخرين. طبعا مطروح الاستعجال باش تبدا الاصلاح. الجميع يعلم بانه العدد اللي مطلوب لسد الثغرات اللي موجوده اليوم في النظام التربوي هو ما يناهز 100,000 استاذ. باش تدخل 100,000 استاذ فينا هما؟ ما كاينينش، ما مكونينش، ما كاينش معاهد ديال التكوين ديالهم. فبالتالي هناك اضطرار للبدايه مع من يحمل شهاده في مستوى معين كما تم القيام بذلك. مع الاسف تاخرت الحكومه في اسناد هذه الحقوق، وبدات كتعطي ديك الشيء بشويه بشويه حتى النهايه راه عطات بالكاد كل شيء. لما تم ذلك كنا من الذين قالوا والان اعتقد ان توفرت الظروف باش يتم الرجوع الى الاقسام ويتم معالجه الاوضاع ديال التعليم في عمقها. الان اعتقد انه يمكن ان نباشر ذلك. بالطبع باقي جوج ديال النقاط مطروحه عند الاخوان اللي هي المساله ديال التقاعد والمساله ديال الانتقال على الانتقال امتداد من جهه لجهه. هذه امور يمكن ان تعالج في المستقبل. محمد غروس ولا محمد احداد، تفضل. كان عندي ملاحظه من خلال الحديث سعد الله، قلنا لكم وكان عليكم، يعني وكانكم طرف خارجي تخاطبون حكومه اخرى. لا، انتم داخلها، واش ما كانش هذا الراي ديالكم اللي عبرتوا عليه في بيانات رسميه ديال المكتب السياسي ان هي كلها اثار على مستوى الحكومه بدون ما نهضروا هذا الزمن مادام عندنا واحد المكون اللي بهذا الوعي؟ كان ليه اثر، كان ليه اثر سي محمد، لانه لو لم يكن له اثر لما وصلت الحكومه في النهايه الى انها اقرت بالحقوق ديالهم. انه راه في البدايه ما كانتش الحقوق وتم تعامل جزئي مع هذه الحقوق، وبعد ذلك قلنا هاد الناس خصنا نعطيهم الحقوق الكامله ديالهم، يتبعوا الاكاديميات ما كاين مشكل، نتخلاو على هذا التعاقد لانه عمليا هو اللي خلق المشكل في مفهومه في مقاربته، ونعطيوهم الحقوق ديالهم. اعتقد انه تم الاستماع الى صوتنا لكن بتاخر،
مع الاسف، مما ادى الى هذا الاضطراب، الى هذا الاحتقال الاجتماعي اللي عرفناه. سي لبيت بغيت نسولك، لماذا هذا التاخر في حل المشكل؟ المشكل كان مطروحا منذ اقرار لان هناك من داخل الجسم الحكومي الذي يعتقد بانه الحفاظ على التوازنات الماليه واحد النظره منكمشه، واحد النظره محافظه. مع الاسف بداخل الحكومه؟ لا لا، اعتقد انه اساسا الامر ربما بعض الاحزاب كذلك لم تكن مساندة بقوة لهذا الطرح، من أجل أننا نفهموا بأن هناك حاجة اجتماعية وهناك مسألة ديال التعليم، ومسألة ديال التعليم كتستحق كل التضحيات. موقفكم السنوي كان هو تقريبا موقف تجمع الوطني الأحرار في الحوار، في التعجيل بالحل، مع تأخر كبير بالنسبة للإخوة ديال التجمع، لأننا طرحنا هذا الشيء هذه سنوات. سي نبيل، كنتم موافقين على استعمال القوة في مواجهة احتجاجات أساتذة؟ لا، ما عمرنا ما قلنا ذلك. لا فقط قلنا بأنه عند فض بعد التظاهرات اللي كانت أو المظاهرات اللي كانت موجودة أساسا في الرباط، اعتبرنا أنه يتعين بداية أن يتم التعامل بطرق سلمية وبعدم اللجوء إلى العنف. وعموما قلنا مشاهدي الأخرى اللي كانت قبل منها أنها تم التعامل معها بواحد الليونة لا بأس بها، هذا اللي قلنا، ما قلنا شيء أننا مع العنف، عمرنا ما قلنا أننا مع لفوف، ما قلنا لا في هذه ولا في الحسيمة ولا في غير ذلك. ولكن مع بدأ فض الاعتصام أنتم معه؟ باش نتكلموا بوضوح، حق التظاهر مكفول، الدستور كيكفل. شنو هو حق التظاهر؟ هو أن تأتي لمكان تستعرض، إما تمشي وتجي، إما توقف وتعبر وتهز لافتات وتقول الأمور ديالك وتنصرف، ماشي تبات، ماشي تبقى وتقطع الطريق. فبالتالي احنا بدون أن نلجأ إلى العنف نقول بأن الممارسة الديمقراطية الراقية هي اللي تجعل أننا الحق ديال التعبير على المطالب وعلى الاحتجاجات يكون مكفول، لكن في نفس الوقت في إطار تعامل اللي مبني على المسؤولية. لذلك اعتبرنا بأنه مثلا إلى صدقنا غنمشيو في الشارع الأساسي ديال الرباط على أساس أن الناس غيبداو يباتوا فيه إلى غير ذلك، هذا أمر ما بقاش حق التظاهر، ولات أمور أخرى، ونقول ذلك من وجهة ديمقراطية واضحة. سي نبيل عبد الله، واش ما كتلاحظش بأن في نظرك بأن هناك نوع من الاحتقان اللي هو في الجوهر ديالو وفي العمق ديالو هو احتجاج اجتماعي؟ يعني شاهدنا منذ مدة مجموعة من الحركات الاجتماعية في المغرب، مثلا ما وقع في حراك الريف، مثلا ما وقع في جرادة السنة الماضية، احتجاجات الأطباء هذه السنة الأساسية ديال المتعاقدين، زاكورة العطش. واش هادشي بالنسبة لك هو شيء عادي؟ يعني بأن هناك حركية في المجتمع المغربي وأن هناك قبول بالحريات وبالحركة الاجتماعية، أو أنك شي حاجة ماشي هي هذيك في هذه البلاد وبأن هناك ما يدعو للقلق؟ أنا أعتقد كاين جوج الأسباب. هناك سبب أول، أعتقد أن من خلال الكلام الرائج اليوم على نموذج التنموي الجديد، من خلال الخطاب الأخيرة السامية ديال صاحب الجلالة، هناك شعور بأنه فعلا هناك احتقان على المستوى الاجتماعي، خاصة على مستوى استفادة فئات بعينها واستفادة جهات بعينها من الثمار ديال هذا المسلسل التنموي اللي عرفناه. ما طبيعة هذه الجهات؟ طبيعة الجهات؟ الجهات الأقاليم. أقاليم. يعني كاين تفاوت في العدالة الاجتماعية وكاين تفاوت في العدالة المجالية. لذلك الناس ديال تنغير أو ديال زاكورة أو ديال الحسيمة كما شاهدنا، أو ديال مناطق في الريف أو ديال مناطق في الجبال ديال أزيلال أو غير ذلك، ما استفدوا شيء من 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 النمو اللي عرفوا المغرب بنفس الطريقه اللي استفدت فئات اخرى في كثير من المدن، وخاصه في الشريط الساحلي ديال المغرب، وفئات الدنيا كذلك ما استفدتش. فبالتالي يتم التعبير عن ذلك على اساس حنا كذلك نريد ان نستفيد من هذا التطور اللي كيعرفوا المغرب. الجانب الثاني هو انه ياتي ذلك مع الاسف في اطار واحد النوع ديال الفراغ السياسي اللي كيعرفوا البلاد، لانه تم اضعاف الفضاء السياسي والحقل السياسي المغربي بالممارسة اللي عرفناها هذه العشر سنوات الأخيرة. الأحزاب السياسية والتعامل الذي كان مع الأحزاب السياسية، وكانت تكلم عن الأحزاب السياسية الجادة، تكلم عن الأحزاب السياسية اللي كان عندها وزن، اللي عندها تاريخ، اللي عندها إمكانيات أن تؤطر المجتمع، التعامل الذي تم جعل أنه هناك فراغ. واليوم يتضح للجميع أن هناك
مشكل حقيقي في الحسيمة ظهر بوضوح بأنه ليس هناك أي تأطير سياسي إلا التأطير الذاتي اللي كان موجود والذي يحترم من جهة أخرى. في تنغير نفس الشيء، في زغورة علمة نفس الشيء، في مؤخرا بالنسبة للمتعاقدين نفس الشيء. فبالتالي لا نقابيين ولا سياسيين ولا حزبيين، هذا الأمر كيطرح تساؤلات عميقة. حذاري من أن نستمر في اجترار من جهة هذه المشاكل دون أن تكون لنا القوة الحقيقية في توزيع عادل لثمار النمو، وحذاري أن نستمر كذلك في تفقير الفضاء السياسي وفي المس بعمل الأحزاب السياسية. راه ما كاينش نموذج تنموي اللي يمكن يكون في المغرب إلا مبني على أحزاب سياسية اللي قادرة أنها تخرج للواجهة، قادرة في إطار التباري، في إطار المنطلقات والزوايا المختلفة، لكن أحزاب سياسية اللي عندها مصداقية اللي يمكن يستمع لها الشعب، ماشي أحزاب سياسية ديلية تبعية تسير بشكل غير ديمقراطي. جوج ديال الأسئلة صراع. أستاذ نبيل، هل يمكن أن نفسر الاستهداف الذي تحدث عنه في الجسم الحزبي والسياسي فقط بهذه العملية الاستهداف؟ واش ما كاين عناصر كيقولوها المغاربة مرتبطة بالدود الأحزاب، مرتبطة بالزعامات السياسية الخالدة، مرتبطة بضعف التشبيب، مرتبطة بضعف القرار الحزبي، تكوين لعل الخطاب الأخير افتتاح البرلمان وتوجيه يعني الدعم الأحزاب في صلة بالتكوين وبالكفاءات، واش ماشي هذه عناصر أيضا مساهمة في الإضعاف ديال الأحزاب؟ سؤال الأول. سؤالي الثاني، إذا تفضلتم تحدثتم عن العدالة المجالية وأنتم تتحدثون عن الجهات، في حوار لنا في الموقع يعني مع رئيس الحكومة قال كيفاش كتقولوا لنا ما نديروش التوظيف الجهوي والتعاقد وفي نفس الوقت تقولوا لنا خص العدالة المجالية؟ إذا ما يمكنش نديروا العدالة، واش ما كاين تناقض بين كل ما دفعتم به لتسوية وضعية المتعاقدين وبين ما تطالبون به ديال العدالة الاجتماعية؟ إذا هو جوج أسئلة، واحد السياسي واحد الاجتماعي. المسؤولية ديال الأحزاب كذلك المسؤولية الذاتية ديال الأحزاب مسألة يتعين الإقرار بها، أكيد أن هناك مسؤولية كذلك ديال الأحزاب، لكن قبل أن تكون هناك مسؤولية ديال الأحزاب بداية نخليوا هاد الأحزاب تدبر راسها براسها، نخليوها تحمل مسؤوليتها، دير الشاب ولا ما دير الشاب، تفتح الأبواب للشباب في مناصب المسؤولية أو ما تفتحهاش. الشعب سيكون حكم على الجميع، واش عنده مصداقية في العمل، واش مستعدين فتح، واش كيستعمل أساليب ديال التواصل الحديثة، واش عنده قوة ديال الموقف والجرأة في التعبير ديال الموقف. نخليه الشعب أنذاك، والتنافس سيظهر أن هناك حاجة لأهل هذه الأحزاب بأنها تعيد النظر في ذاتها. نحن مثلا هذا التساؤل ديال إعادة النظر في ذاتنا في حزب التقدم الاشتراكي تساؤل دائم، دائما كنقولوا إلا عندنا خصص، إلا عندنا هذه الجماهيرية الناقصة في عدد من الأمور، إلا عندنا بعض المشاكل في تواصلنا، معناه أنه خصنا نرجعوا ذاتنا ونشوفوا شنو هي الأساليب اللي خصنا نعملوا بها. واش علاش الشباب اليوم ما كيجيش بالشكل الكافي إلى الحياة السياسية؟ خصنا نشوفوا كذلك كنديروا، لكن في الأصل كيف تريدون أن ندخل في عملية صحيحية وعملية إصلاحية داخلية عندما يرى الناس هذه الصورة المبخسة اللي كاينة على السياسة؟ هذا عنده قائد كيتهز بين عشية وضحاها وكيولي واحد آخر في بلاسته دون أن يتم استشارة لا القواعد ولا القيادات ديال هذه الأحزاب. كيف تريدون أننا نشوف حياة ديمقراطية سليمة لما كننتظر من أحزاب النظر لمرجعيتها أن تكون في خندق ما حتى كنوجدوها بقدرة قادر في خندق آخر؟ هذا الشيء هذا كيخلق واحد ضبابية اللي يجعل أنه حقيقة الناس واش ما ساهمتوش نشوفها في الضبابية؟ مثلا حزب مثلا هذا القضيه اللي تكلمت عليها، مثلا حزب في موقع ينتظر من ان يكون في موقع معين وكنلقى في موقع معين، انتما مثلا لقيناكم هذا الناس ممكن تناقشوا، لا راه كتناقشوا في هذه القضيه وكناخذوا فيها شويه الوقت، هي بانه كان من المنتظر منكم مثلا بانه ما تكونوش مع حزب عداله والتنميه، نكونوا مع الحزب العاصره والمعاصره نظري لمرجعيتكم. لا انا لا الواحد لما كيتطرح سؤال كيطرحوا بوضوح. حنا انا ما كنتكلم لكمش على اختيار ذاتي، لما قلت لكم انك كتنتظر احزاب تكون هنا وكتوجدها في مجال اخر ماشي باختيار ديالها، حنا هادشي اللي كتهضر لي عليه اختارينا حنا، ماشي شي حد ملاه علينا.
هذا هو الفرق اللي كاين. طيب اليوم اللي سمح لي سمح لي عمليا الى بغيتي شي سؤال راك عندك الجواب ديالو. لذلك احنا باش نتناقشوا بوضوح ماشي باش نجبدوا عاوتاني مشاكل اضافيه كفى من هذه المشاكل كيظلينا تعرضنا ما يكفي لهذه الامور وتحملنا المسؤوليه. المهم اننا باقيين كنقولوا الامور الاساسيه في جوهرها، لذلك هذا هو اللي مهم الان. هذا الموضوع هذا احنا لما كيتطرح علينا سؤال من بعد ما كنشوفوا بان هناك خروج على السكه ديال البناء الديمقراطي، خروج على السكه بدات 2008 2009، واضح كنا غاديين اصلاحات هائله في مستويات متعدده حقوقيه سياسيه اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه الى غير، واحزاب مساهمه مسانده للمشروع الملكي بنبره تقدميه بنبره حداثيه بنبره ديمقراطيه، وناتي بقدره قادره ونقول بانه هذا الشيء اللي كاين اليوم كله ما صالحش خاصة الأحزاب السياسية، وبأنه خص شي حاجة أخرى جديدة، شي حزب سياسي آخر. هذا الشيء اللي خرج السكة، اللي خرج القطار على السكة. فكنا من الذين قالوا لا، هذا الأمر هذا غتكون عنده عواقب وخيمة، والحال أنه 10 سنين من بعد الجميع يقر بأنه هذا الإضعاف اللي كاين في الساحة السياسية، هذا الواقع هذا هو الموجود بين المواطنات والمواطنين نتيجة ديال هذا الشيء، وقفنا ضده. لما قلبنا على حلفائنا التقليديين باش يقفوا معنا ضد هذا الشيء اللي هما من داخل الكتلة الديمقراطية، لقيناهم مترددين. عندما جاء الربيع العربي وخرجت الناس إلى الشارع، اطرح علينا سؤال، هل مع من يمكن أن نقاوم وأن نعيد القطار إلى السكة؟ لقينا فقط العدالة والتنمية. كان عندنا مشكل، واش هذا الشيء ما غيأديش بينا احنا على تنازلات فكرية، تنازلات على مستوى رجعنا الديمقراطية؟ أنا كنعطيكم 7 سنين الآن ديال الممارسة معهم، وخاصة من بعد الميثاق اللي وضعناه لم نتنازل، بل هم الذين تنازلوا مش احنا. احنا ما تنازلنا في حتى شي مسألة جوهرية بالنسبة لمرجعيتنا، لا في الحريات، لا في الجماعية والفردية، لا في المشروع المجتمعي. ليس هناك قرار واحد ديال الحكومة اللي غادي في اتجاه اللي هو معاكس للتوجه الديمقراطي والتقدم. اسمع عبد الحدد، هل هذا التحالف الآن حاليا مع حزب عدالة والتنمية هو على نفس الحال اللي كان عليه سابقا؟ لا. واش مازال باقي ما يبرره؟ لا، على اي حال احنا التعامل بالمثل مسألة أساسية. لما تعاملنا احنا مع الإخوان ديال العدالة والتنمية بطريقة معينة، كان التعامل من قبلهم كذلك بنفس الطريقة، لا من خلال الوزن اللي كان عندنا في الحكومة، لا من خلال الاستماع إلى آرائنا، لا من خلال العناية الخاصة اللي كانت موجودة، والحرص على أن العلاقة تبقى وطيدة. من الصعب أن نستمر في نفس الاتجاه عندما نرى بأنه هناك واحد النوع ديال الرجوع إلى الوراء على هذا المستوى. شنو مؤشرة السنابيل؟ إعفاء فيلال مثلا؟ إعفاء فيلال، شرفت فيلال فعلا من الأمور اللي قلنا فيها رأي واضح بأننا ما كنفهموش أن الأمر يمكن يجي من عند وزير الذي ينتمي للعدالة والتنمية ويقوم بعدد من الممارسات من هذا النوع، في الوقت اللي شرنا للرئيس الحكومة أنه من الضروري أن يقف ضد هذا الأمر لأنه غيؤدي لنتائج وخيمة. تجاوزنا هذه المسألة. ما وقع أخيرا في البرلمان؟ بغض النظر على هذا الشيء، بغيت نقول لكم واحد المسألة. اللي كيهمنا ماشي هو مصلحتنا الذاتية. وإن كانت مصلحتنا الذاتية كون خرجنا من الحكومة لما جراو على الأمين العام وعلى الوردي، بمعنى أنا والوردي من 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 الحكومة. لأسباب الذي يعلم الجميع بأن ماشي ديال الحسين، باش نكونوا واضحين. ديال المواقف اللي كنا كنعبروا عليها، ماشي قلناه، ماشي كتجبد مني شي حاجه جديده، قلناه في بلاغات رسميه وقلتهم في عده مناسبات، وكنستمروا في القول ذلك. ما خرجناش كذلك بالنسبه لشرفات. ما يهمنا احنا هو عموما شنو قلنا؟ قلنا هذه الحكومه اللي احنا فيها اما ان تكون حكومه ديال الاصلاح، حكومة اللي غتقدم المسار الديمقراطي، حكومة اللي غتقدم المسار التنموي اقتصاديا، وحكومة اللي غتدفع في اتجاه توزيع عادل ديال الخيرات، واحد العدالة اجتماعية ومجالية أقوى. إذا كانت ماشي بالكمال، غير خطوات اللي تمشي في هذا الاتجاه، احنا فيها. وهذا ما نحن بصدد التساؤل حول هذا الموضوع. إذا كانت حكومة منخورة من الداخل، عندك حزب يسير وربعة الأحزاب أخرى متحالفة، وهذا الواقع. متحالفة، وهذا الشيء كنعيشوه من الداخل، وكل مرة كتخرج شي حاجة متحالفة، وأن الهاجس كيبان بأنه ما بقاتش العملية ديال الإصلاح هي اللي أساسية، ولا 2021 اش غيوقع؟ ف
فبالتالي احنا باقي لنا عامين ونص 2021 ومن الان احنا جالسين في حمله انتخابيه سابقه لاوانها ومصالح الناس تضيع. مصالح الناس، نعطيكم دليل على ذلك. حوار اجتماعي 2016 كان اتفاق احسن من هذا اللي توقع قبل ايام. علاش؟ احسن منه. كنا في 2016 علاش؟ الجواب واضح، لانه انا ذاك البعض اعتقد بانه سيحسب للحكومه اللي كان كيرأسها عبد الإله بن كيلان، واعتبروا بانما يتعين توقيف هذا الامر، ومع الاسف من الناحيه النقابيه كذلك مجموعه المزايدات جعلت انه ما تمش التوقيع على الاتفاق كما كان ممكن. ثلاث سنين ضاعت، شكون اللي كلت ضربه فيها؟ المواطنات والمواطنين، لان كان تحسين حقيقي ديال الدخل ديالهم. حتى المساله ديال التعويضات العائليه كانت 100 درهم ماشي على ثلاثه الاطفال، 100 درهم على خمسه الاطفال، ويعني في جوانب كثيره كان الاتفاق الاجتماعي احسن من دابا. هذه الحسابات هي التي تجعلنا نتخذ هذه المسافه في بلاغات متعدده باش نقولوا اياكم الا استمريتوا هكذا راه هناك شعب كيشوف، وهذا الشعب هذا اللي بدا كيبتعد على الحياه السياسيه بممارسات من هذا النوع، انما كتلعبوا بالاستقرار ديال البلاد. علاش؟ لان لما كتشوف الحسيمه، لما كتشوف جراده، لما كتشوف تنغير، لما كتشوف زاكوره، لما كتشوف المتعاقدين، لما كتشوف هذا الاحتقان، هذا التساؤل، هذا الحيره، هذا القلق اللي موجوده في اوساط معين، انحباس اللي كيعرفوا الاستثمار الوطني، لما كتشوف هذه الامور من الضروري ان تكون هناك واحد الرجه، واحد النفس ديمقراطي جديد. حيث التقدم الاشتراكيه يطرح بوضوح هذا الامر. الان لحد الان نعتبر انه من الاحسن اننا نطرحه من داخل الحكومه، قد يكون صوتنا مسموع اكثر بحال في مساله المتعاقدين مثلا. علاش ممكن تخرج من الحكومه؟ لا نعلم ماذا يمكن ان يقع اذا تدهورت الامور من هنا 2021. ما يمكنش نبقاو غاديين ونرى امور سلبيه ونرى حكومه مع الاسف اللي الانسجام ديالها ضعيف، واللي بين الفينه والاخرى كتخرج في مناظر مختلفه، مواجهه جدل عقيم بين طرفين اساسيين. هذا الامر احنا ما يمكنناش نقبلوه، وما يمكننا نكونوا لا تابعين لا لهذا ولا لذاك. حزب العداله والتنميه والتجمع الوطني الاحرى باش نقولها في بلاصتك. قول انت. انا قلتها في بلاصتك. هذا الصراع او هذا التسابق نحو انتخابات 2021، الا ترى بانها تتاسس على نوع من القطبيه المصطنعه بين حزبين، بين حزب العداله والتنميه وحزب التجمع الوطني الاحرار؟ وألا تعتقد بأن هذه القطبية المصطنعة تعيد نفس السيناريو الذي كان قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة بين حزبين هما الأصل ومعاصرة والعدل والتنمية، وتبين فيما بعد أنه لم تكن هناك قطبية مؤسسة على إيديولوجيا أو على أفكار؟ وفي نفس السياق أيضا قلت بأنه منذ تأسيس حزب الأصل ومعاصرة خرج النفس الديمقراطي عن مساره. ألا ترى بأن يمكن لحزب تجمع الوطني الأحرار أن يسير في نفس هذا المسار، خاصة في الكثير من المواقف بدا أن الأمر يسير في نفس السياق؟ احنا هذا الشيء قلناه، شيء عاد غنقولوا اليوم، قلناه نفس الممارسات ستؤدي إلى نفس النتائج. كل الأمور واضحة. لذلك المشكل الكبير اللي عندنا اليوم هو أنه هذه القطبية اللي كتكلم عليها، احنا ماشي ملزمين في حزب التقدم والاشتراكية بالنظر لمرجعيتنا ان نكون تابعين لاي احد. احنا عمرنا ما قبلنا المبدا او المقاربه، وماشي مبدا ديال التبعيه، ديال اننا نكونوا تابعين لشي حد. حتى لما كنا في الكتله الديمقراطيه كانت عندنا مشاكل مع اخواننا في الكتله الديمقراطيه، لان كنا عندنا راي مستقل. كان عندنا، نذكركم بذلك، كان عندنا في الاضراب ديال 81، كان عندنا في الموقف من الدستور في 84، كان عندنا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في المساله ديال العراق، كان عندنا في المساله ديال الحكومه 92، كان عندنا في الحكومه ديال 93، كان عندنا في الدستور ديال 96، كان والدستور ديال 92 كذلك. بمعنى كنا هكذا وجدنا صعوبات حتى مع الكتله. ما مطلوبش مني اليوم انني نكون تابع للعداله والتنميه، انا تحالفت معاهم لمرحله معينه انطلاقا من مواقفي، انطلاقا من مواقفهم كذلك، وحاولنا نوجدوا وحددنا، وما نطلبش مني بالاحرى ان اكون تابع للتجمع الوطني الاحرار او لاي حزب اخر. اللي مطلوب منا احنا هو ان ندافع على مشروعنا الديمقراطي نحن كما نراه، وكنحاولوا نوجدوا في مرحله معينه مع من يمكننا نديروا خطوه جوج ثلاثه باش نتقدموا الى الامام. لذلك
مصداقية حزب التقدم المشتركية في حفاظها على استقلاليته إذا أي كان، إذا أي كان. وحنا نمارس في التجربة الديمقراطية بناء على توجه، نجحوا التوجه مرحبا، أما المصلحة ديال هذا ولا المصلحة ديال الآخر هذاك أمر آخر. حنا مصلحتنا وكنوضعوها في, 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 في الجانب، فبالأحرى مصلحة هذا أو ذاك. هذه الطموحات إما الحزبية إما الشخصية في بعض الأحيان لا يمكن أن ننخرط. سنبي عبد الله بأنه التقارب اللي كان مع دار التنمية، ربما هناك من يقول أنه كان تقارب أكثر بين شخصيتك وشخصية عبد الله بن كيران، يعني كان فيها الجانب الشخصي كان لعب واحد الدور كبير أكثر الآن حاليا من القيادة الحالية ومن سد العثماني. العلاقات الشخصية دائما كتلعب دور، أكيد كتلعب دور، لكن في نفس الوقت والعلاقة الخاصة اللي عندي مع السيد عبد الله بن كيران تستمر من الجانبين، وهذه مسألة فيها صداقات تبنات. مازال كتشوفه باستمرار الآن بغض النظر على ذلك، كان هناك وعي كذلك من الجانبين بأنه يتعين إنجاح هذه التجربة، ماشي لمصلحة العدالة والتنمية، ماشي لمصلحة التقدم المشتركية، لمصلحة البلاد، لمصلحة المؤسسات. علاش؟ لأن كنا خارجين من الربيع اللي هز الأركان ديال الاستقرار ديال البلاد، وشفنا شنو وقع في بلدان أخرى. فاحنا كنا كنقولوا الطريقة الأمتن باش نأمنوا المسار ديال المغرب هي الديمقراطة، هي المسار الديمقراطي، هي الإصلاح، هي البلورة ديال الدستور ديال 2011، وما زال هذا الشيء حتى في 2019 تحديات نفسها. ما زال اليوم إلا بغينا نوصلوا لطريق الأمان خصنا نبلورو الدستور ديال 2011 في كل مضامينه. مع عبد الإله بن كيران كنا متفقين على ذلك، بالطبع كنا نعلم الصعوبات اللي موجودة في الطريق، ولكن كنا نتعامل بشكل خلاق اللي كيجعل بانه كل العراقيل اللي كان كيمكن توقع في الطريق كنحاولوا نتجاوزوها بتفاهم اللي كان على قضايا متعدده وبتنازلات كذلك مشتركه. لما كنا كنعرفوا بان ما بعض القضايا ما يمكنش للعداله والتنميه انهم يقبلوها كنا كنرخفوا شي شويه، هما من جهتهم لما كانوا كيعرفوا بان بعض الامور بحال سن الزواج، بحال الخادمات، بحال القانون الجنائي، بحال الامازيغيه، بحال ما عرفتش، لما كنا كنقولوا لهم هذا الشيء ما نقدرش، راه هذا الشيء ما نقبلوش. كذلك الشان كان هذا التفاهم اللي وصل لواحد الدرجه راقيه جدا، حبذا لو استمر ذلك الى يومنا هذا. وربما ان البعض يتساءل، لان في النهايه البعض واحد العدد ديال بما فيها اطراف داخل الحكومه مش تتكلم معكم بوضوح، كيقولوا هادو عندهم كان عندهم 18 نائب مكملين فريق ب 20، دابا جابوا 12 ولا 13 اللي عندهم في النهايه ما بقاش عندهم وزن. يعني علما بان 12 ولا 13 ماشي هو داكشي اللي كنا كنستحقوا. 2016 الجميع عرف كيف ان تلقى حزب التقدم المشترك ضربات، بانه كيف يمكن ان يعطى هذا الوزن لهذا الحزب؟ عرفتي منين جاي هذا الوزن؟ من قوه المواقف، من الجرأة ديال هاد المواقف، من استقلالية ديال القرار ديال الحزب. لذلك نحافظ على هاد الاستقرار على هاد الاستقلالية ديال الحزب بحال المومود عينينا، لأن هي اللي عطاتنا كتعطينا أننا واش حنا كاين حزب آخر أولا جوج الأحزاب أخرى باش من بلا ما موجودين في الحكومة، واش كتسمعوهم يوميا في كثير من القضايا والحجم الإعلامي اللي عندهم والسياسي اللي عندهم بحال الحجم اللي عند حزب التقدم المشتركية؟ علاش؟ لأنه حاضر بقوة في الساحة السياسية. سؤال آخر على عبد الله بن كيران، وبأنه مصطفى الرميد كان قاعد في المكان ديالك هذه واحد أسبوعين وكان وجه انتقاد للخرجات الأخيرة ديال عبد الله بن كيران، كيفاش كتشوف الخرجات ديال عبد الله بن كيران الأخيرة؟ واش أنت بالنسبة لك كيفاش كتشوفها؟ لأنك أنت عندك حكم كما قلتي، كاين صداقة، كاين واحد التحالف اللي كان، كيفاش كتشوف هذه الخرجات ديالك؟ هي مشوشة كما مصطفى الرميد. لا ما غنعتهاش، هذه امور مرتبطه، امور داخليه ديال حزب العداله والتنميه، لكن تكتسي طابع خارجي، طابع يهم الجميع، لانه هذا الشيء كيتداول في المواقع والشعب كامل. واش بان عندها تفتير حتى التصويت على قانون؟ انا شخصيا على مستوى الصداقه اللي عندي مع عبد الاله قلت له واش الله يهديك ما بغيتيش تسكت شي شويه، ومرارا وهكذا داير طبعه كيستمع شويه كتغفل عليه كيدير كيعاود يدير شي خرجه له ذلك. هذا لا يعني ابدا انني اتفق مع كل ما يقوم به ومع ما يمكن ان يكون لذلك من انعكاسات على مستوى التلاحم العام ديال حزب العداله والتنميه. كنفهم بانه تكون مضايقه
من قبل الأطراف الأخرى. ما بغيتش نحكم على صواب المواقف ديال هذا الطرف ولا ديال ذاك، هذا أمر يهمهم، لكن فعلا أعتقد أنه بالنظر للموقع اللي كان عنده، بالنظر أنه رئيس حكومة سابق، أنا طلبت منه أن يكون محترم بعض الشيء اللي واجب التحفظ، لم يقم بذلك، هذا مسؤوليته. أنا ما مكلش أن كتركم بعض الأسئلة في الموضوع ديال العرض الذي رفض في 2016، واش ما كتلمحوش المشكل الاستقلالية في النقابات أيضا؟ هو 2016 لما تكلمت معكم عليه، يعني ماشي غير فقط في الحوار الاجتماعي، يعني اولا الجميع يعلم بان كثير بعض البعض من النقابات تابع لاحزاب معروفه انتماء واحزاب اخرى متاثره ببعض الاحزاب الاخرى. ما وقع في 2016 وقع واحد النوع ديال المزايده الداخليه بين هذه الاطراف، ثم من دون شك أن كان هناك من لم يساعد على أن يكون اتفاق، لأن كنا شهور معدودة قبل الانتخابات، وبالتالي كان تخوف من أن هذا الأمر يحسب لجهة ما. لكن أكثر من ذلك ما لاحظناه هو أنه بعض النقابات اللي عندها باع طويل في الساحة النقابية اخذت موقف قبل 2016، اخذت موقف للنزول لمساندة حزب معين اللي كانت الجهات الكثيرة المتعددة تسانده، كانت كتعطيه الصدارة وهو غيجي الأول بأي ثمن كان وبأي طريقة كانت، وهذا الأمر أدى في نهاية المطاف إلى رد فعل معاكس ديال الشعب، ديال فئات لا علاقة لها بالعدالة والتنمية، اللي صوتت لصالح العدالة والتنمية رفضا لتلك الممارسات. لذلك أقول عندكم كرروا اليوم نفس الممارسات، رأينا كررناها غنكرروا نفس النتائج، وبالتالي غنبقاو حابسين ديال هاد القطبية اللي كتكلم عليها. نحن نؤمن في حزب التقدم والاشتراكية بأنه آن الأوان لإبراز بديل يساري تقدمي ديمقراطي. المشكل الكبير ديالنا باش ما نكونش كنحلم هي معامل، المشكل الكبير ديالنا هي معامل، ما كاينش معامل حتى مع حزب الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية. تضيف الزميل الغروس، تفضل. الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية اللي كان مفروض أنه يكون الحليف الطبيعي والموضوعي لحزب التقدم والاشتراكية، في الكثير من المرات نرى أن هناك مناوشات، بل إن حزب التقدم والاشتراكية اتهمه بشكل مباشر بالولاء لحزب تجمع الوطن الأحرار بدل الولاء لقيم اليساري. احنا ما اتهمناهمش بهذا الشكل، هذا اللي كتقول هذا كلام ديالك، ربما استشفيتي. لا ماشي كلام ديالي، لا ربما وقال ما قلتيش انت، ولكن قالوا اخر، ربما استخرجتيه من كخلاصه من الكلام اللي كنقولوا. على اي حال نحن رفضنا، اكيد اننا رافضين ان ننتمي لاي تحالف اللي مثلا ما وقع اثناء البلوكاج واضح كانت الامكانيه ان ندخل في تحالف اللي فيه حزب الاستقلال، كان مستعدا هذاك، وفي الاتحاد الاشتراكي، وقمنا بمساعي على هذا الاساس، وكان بالامكان ان الاتحاد الاشتراكي يدخلوا من الباب الكبير لهذه الحكومه. نذكركم في هذه المساله، انا مع الاسف الواحد خصو تكون عنده شويه ديال الذاكره. في 2012 في 2011 لما فازوا العداله والتنميه بالانتخابات، عبد الاله بن كيران توجه بوضوح الى الكتله الديمقراطيه وقال لهم انا الامنيه ديالي هو انني نشكل حكومه مع الاستقلال والاتحاد والتقدم والاشتراكية. استقلال استجاب، نحن بعد نقاش داخلي دا ما ازيد من شهر استجبنا الاخوان ديال الاتحاد الاشتراكي بتاثير ديال القياده الحاليه، كان لهم موقف معارض الى ذلك، لان الامر يتعلق بحزب نقوصي مضاوي ما يمكنش تحالفوا معاه، الاسلاميين الى غير ذلك. خمس سنين من بعد ماذا تغير وجعل انه كان هناك هذا الاستعداد؟ ولما طرحنا الامكانيه وساهمت فيها شخصيا وساهم فيها الحزب باش يدخلوا من الباب الكبير، كيفضلوا الدخول من النافذه في يد طرف اخر، اعتقد انه الامر ما بكل تقدير لا يليق بقوى تقدميه عريقه. ولذلك نتساءل اليوم عندما نريد اننا نبني تحالف متين ديال اليسار، كنوجدوا نفسنا من جهه امام هذا التصرف وحنا رافضينه وما يمكنش نقبلوه، وما وإلا كان البعض كيقول لنا حنا ديليين للعداله والتنميه، انا كيظهر لي من خلال هذا البرنامج يتضح بوضوح بان هناك مسافه كذلك، ولا نريد ان نكون ديليين ازاء اي كان،
والبعض الاخر لما كنتناقشوا معاهم يعني الفيدراليات اليسار وغير ذلك كيقولوا لنا حتى ديروا النقد الذاتي على كاع المسار ديالكم اللي درتيه، وحنا ما كنطلبوش النقد الذاتي لاي كان بدايه، وثانيا ما نطلبوش نقد ذاتي من حزب في الوقت اللي المعنيين بالامر لما كانوا في السبعينات كيقولوا لا للمؤسسات كامله كما هي بطبيعتها المزور والمفبرك، في نهايه المطاف دخلوا لها وهي باقا مزوره وباقا مفبركه ودخلوا لها من الداخل. فلذلك اليوم واش بغينا نبنيو شي حاجه ولا ما بغيناش نبنيوها؟ حنا اليوم كنفكروا في ان نتجه اكثر فاكثر الى المجتمع مباشره، الى الفعاليات الديمقراطيه، يعني شعب اليسار الى ما هو موجود من كما قلت لك في واحد الاستجواب فعلا الى كاين كثار ديال الناس اليسار اللي دخلوا لبيوتهم اللي عياو من هذه الممارسات، اللي ما بقاوش عاجبينهم الممارسه ديال الاحزاب خاصه اليساريه، اللي يأسوا بعض الشيء. كاين كثار من الناس اللي كيشتغلوا في حقوق النساء من اجل المساواه، في مسانده الناس من اجل مزيد من العداله الاجتماعيه ومن العداله المجاليه. كاين كثار اللي كينضلوا في واجهات متعدده في المجتمع المدني حول قضايا ديال الترافع اللي عندها طابع ديمقراطيه وغير ذلك. الحزب احنا او غيرنا خص تكون عندنا القدره، الا ما كناش حنا قادرين كنتمنى ان من داخل المجتمع تبرز فكره جديده ديال اليسار، تبرز مبادرات جديده ديال اليسار اللي تعطي واحد الروح للمشروع التقدمي المبني على افكار الحريات الجماعيه، الحريات الفرديه، المساواه، العداله الاجتماعيه، الاقتصاد المتين المستقل، المحاربه جميع الاشكال ديال الفساد اللي يمكن تكون. هذه افكار ماشي ديال هاد الاحزاب اللي كيقولوها اليوم، هذه افكار ديال اليسار هما اللي دخلوا لهذا المجتمع المغربي. طيب محمد غروس، استنى بلي يبدو يعني نقولها بصراحه، اليسار يجر وراءه خلافات بعدد السنوات التي تواجد في المغرب. واش ما يمكنش نقولوا بكل وضوح البي بي اس اليوم لا يمكن أن يتحالف لا مع الاتحاد الشراكي ولا نهج ديمقراطي ولا فيدرالية اليسار بكل وضوح، وربما يتم البحث عن بدائل أخرى. لا لا لا، مش ضروري هذا الصواب في الكلام. لا 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 لا، بواقع اليوم ما كنقولكش لا يمكن، لأن اليوم لا يمكن مسألة قطعية، لأن لو وقعت تغيرات على مستوى المقاربات أو على مستوى القيادات ماشي شغلي هذاك، ما يمكنليش ندخل فيه، ماشي حقي طبعا. إذا لا يجوز ما يهمني هو أن المقاربات، إذا كانت المقاربات مقاربات مستقلة، إذا كانت المقاربات مقاربات منفتحة ديال مد اليد، ديال أننا نعرفوا ندبروا خلافاتنا، ديال أننا ناخذوا بعين الاعتبار المصلحة العليا ديال الوطن وديال الشعب، شنو مطلوب اليوم؟ شنو يمكن نديروا كخطوات مرحلية الآن؟ إذا كنا غنتعاملوا على أساس الدستور ديال 2011 ومحاولة بلورة هذا الدستور بالتدرج ضروري، لأن تتحط الدستور وتطلب كما يفعل البعض انك تبرروا غدا، راه الطوبويه المطلقه هذه ما يمكنش، راه هذا الشيء ما كيمكن له يتم الا بخطوات مختلفه. اذا تمكنا من ذلك هناك امكانيات، هناك امل، وما نسعى اليه اليوم هو ان نفرز هذا الامر. سي نبيل عبد الله، مادام تكلمتي على الدستور، واحد النقطه مادام تكلمي على الاغلبيه الحكوميه هي الان فصل 47 من الدستور. فصل 47 من الدستور ذكر المشاهدين هو بان الفصل اللي كيقول بانه رئيس حكومه يعين من الحزب اللي كيجي الاول في الانتخابات. الان كاين مجموعه ديال الاصوات تنادي بتغيير هذا الفصل من الدستور باش ما يبقاش هذه القضيه، باش ما نطيحوش مره اخرى في البلوكاج، باش ما نطيحوش مجموعه ديال الاشياء، وبانه يتم تغيير هذا الفصل وما يبقاش الوزير الاول ورئيس حكومه يجي من الحزب الاول، ولكن يجي من التحالف الاول او التحالف اللي قدر بانه يتنشا ويتكون. شنو رايك في هذه القضيه هذه ديال بانه تعديل فصل 47 من هذه الاصوات؟ درت الشجر اللي قالها بكل، لا ماشي درت الشجر، يعني مجموعه من الاصوات. شنو رايك في هذه النقطه هذه ديال واش خاصنا نبدلوا فصل 47 من الدستور ام لا؟ بغيت نصدرك مساله بعد قبل ما نجي لك 47. من الاحتمالات كذلك اللي يمكن تكون وارده هو انه ماشي بصيغه قديمه، لان بصيغه قديمه صعيب، ولكن بصيغه مبنيه على شوز مختلفه، كيمكن يكون العمل كذلك على ان المكونات ديال الكتله الديمقراطيه على الاقل مع حزب الاستقلال مثلا في المستقبل ان يكون هناك انفتاح على شي حاجه مشتركه اللي يمكن نقوموا بها. علاش؟ لاننا احنا اليوم كنفكروا شنو هي الامكانيات اللي مطروحه امامنا باش نحاولوا نقدموا المسار ديال البلاد ونبقاو في واحد التوجه اللي هو ديمقراطي، واحد التوجه اللي هو يتماشى مع الدستور ديال 2011. إذن احنا مستعدين اننا نقلبوا على جميع هاد السبل هذه. الان بالنسبه للفصل ديال 47، التساؤل اللي عندي هو علاش 47؟
47 بوحدو. الداودي قال بانه مجدد البي جي دي. لا البي جي دي سي البي جي دي. نهار تبغوا تاخذوا الراي ديال البي جي دي سولوا البي جي دي. انا دابا كتاخذوا الراي ديال تماما. تفضل. احنا كنعتبروا بانه الا كنا غنشوفوا الدستور، الدستور كاين بعض النقاط كثيره اللي موجوده اللي البعض يناقشوها وكيقول لك هذا الدستور لما توضع وبالسرعه باش توضع كانت فيه بعض الامور متناقضه، كانت فيه بعض الامور ناقصه، كانت فيه بعض الامور تغارات، كان فيه بعض الثغرات. الى غنراجعوا كل شيء، ماشي نمشيو ل 47 لغرض في نفس يعقوب. شنو المضمون؟ المضمون هو انه الى جا شي حزب وعمليه العداله والتنميه يجيو هما الاولين، نشوفوا كنديروا باش ندوبلوهم في الدوره، باش نخرجوا لهم شي حد اخر ونديروا لهم تحالف من جانب اخر. اعتقد ان المساله ماشي سليمه. السياسه اخلاق، لما بقاتش اخلاق في السياسه راه الشعب ما كيتيقش. وهادشي اللي وقع في 2016، عدد من الناس مشاو عند العداله والتنميه ماشي لانهم معتنقين المرجعيه الاسلاميه او غير ذلك، عدد من الناس لانهم رافضين لهذا التلاعب، لانهم رافضين لبعض الممارسات. لذلك راه ما كاينش كاين غير الديمقراطيه والممارسه السويه الديمقراطيه والاستقلاليه للاحزاب، ويعزوا الاحزاب الراس ديالهم ونحسوا بانهم كيتحالفوا كيما بغاو مع من ما بغاو، اللي غترد الثقه للمواطنين واللي غتعطي التوازن الضروري في المجتمع واللي غتمكن في يوم ما اذا كان هذا هو الغرض بالنسبه للبعض انه يتم تناوب مع العداله والتنميه اللي يمكن يصبحوا حزب من الاحزاب اليوم في الحكومه غدا في المعارضه. وهذا غيكون تطور سليم ومهم جدا بالنسبه للمغرب. ما كاينش شيء اخر، ماشي نمشي ل 47 او البعض دابا كيقول لك راه نقلبوا على نمط الاقتراع الذي يتيح انه اسيادنا. راه هذا الشيء المغاربه غيعرفوه، راه اليوم كل شيء كيتعرف، راه كاين هذا، كاين المواقع الاجتماعيه، كاين في الجبال، في القرى، في الارياف، في المدن، في ضواحي المدن، في الفئات الفقيره، الجميع يعلم، وبالتالي كيقراوا كل شيء المواطنات والمواطنين، خاصه الفئات الشابه منهم. وبالتالي حذاري من ان تكون المقاربه ديالنا ماشي مبنيه على كيف نجود الفضاء الديمقراطي المغربي والمسار الديمقراطي العام ديال بلادنا، بعوض ما نبنيو هذا الشيء على هذا الشيء، نكون مبني على كيفاش يمكننا الفيلم كامل بحال اللي قلت داير على العداله والتنميه، كي غنديروا باش نحيدوا 2021. هذه المساله هذه ما يمكنش تكون بهذه الطريقه التفاعليه. محمد الحداد، من خلال الخبره ديالك واش ما كيبان ان حزب العداله والتنميه تحول اليوم الى حزب عادي؟ يعني في نظرك ما الذي يزعج في هذا الحزب هذا؟ واش خلفيته الدينيه، مرجعيته، أمر ربما تنظيمه انضباط؟ أعتقد لأن البعض يعتبر لحد الآن بأنه هذا حزب انخراطه في المسار الديمقراطي المغربي هو انخراط شكلي، وبأنه في الأصل سيأتي يوم ليتحول إلى شيء آخر. أعتقد أن هذا أمر كيتنافى مع كون أننا في المغرب هناك مؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، هناك أحزاب ما على ضعفها اليوم ولكن موجوده، هناك تعدديه، هناك مسار تاريخي، هناك واحد العدد ديال الامور اللي كتجعل بانه حنا اش كنديروا هنا باش يجيو اي واحد كان غدا ويضرب عرض الحائط كاع الديمقراطيه اللي حنا عشنا فيها ويفرض علينا شيء. انا قلت لكم بانه في الوضع الحالي كما عرف ذلك بعض المجتمعات الغربيه والمقارنه هنا ماشي بالضروره بالمثل، لكن بادانالوجي توتال، ولكن مع لا ديموكراسي كريتيان مثلا اللي هي من اصل ديني، كيمكن انه المغرب ماشي 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 بلدان اخرى، كنتكلم على التجربه المغربيه، كيمكن ان تيار اللي عنده مرجعيه اسلاميه بهذه الطريقه يولي داخل في اللعبه الديمقراطيه بشكل عادي. ولكن السي نبيل عبد الله، كاين اللي كينتقد داخل الاوساط الاقتصاديه، اسمح لي محمد الحداد ونعطيك كلمه، كاين اللي كينتقد مثلا داخل الاوساط الاقتصاديه خصوصا الاداء الاقتصادي ديالو، كيقول لك بان الناس ما عندهمش كفاءه، بانه خشوفوا غير نسبه النمو فين وصلنا لها، خلقوا الشغل. شوف عبد الله، الله يخليك، اتونسيون هذا الديسكور، حذاري من هذا الخطاب. علاش؟ لانه عمليا هو كيتوجه اليوم للعداله والتنميه، مي او فون وانا كنسمع ذلك، كيتوجه للاحزاب كامله. شنو كيتقالنا اليوم؟ ما فيدكمش، ما عندكمش الاطور، ما عندكمش الكفاءات، ما عندكمش الناس، كيتقال على العداله والتنميه، لكن كيتقال على الاخرين كذلك. ولذلك يتم تبرير انه كنجيبوا بعض الناس من برا وكنصبغوهم بلون سياسي معين. هذا الامر اش كيعطي في العيون ديال المواطنين؟ كيف تريدون ان المواطن يعطي اعتبار للاحزاب السياسيه لما كيشوف هذه الامور؟ الكفاءات
ستكون داخل الأحزاب وستناضل داخل الأحزاب وستتفاعل داخل الأحزاب إذا كان الفضاء حر، إذا كان الفضاء مستقل، إذا كان اليوم غدا شي واحد يقول أنا لا نخرت في العدالة والتنمية ولا نخرت في التقدم والاشتراكية ما غيحاسبني حد، ما غيقول لي حد علاش مشيت عند هاد الأحزاب وعلاش درتي، بالتالي غيكون غتكون الأمور حرة. أنا داك تأكدوا أن الأحزاب كما كانت في فترة ما غتكون مليئة بالأطر وبالكفاءات، علما بأن ما هو موجود اليوم بقي الخير، بقي الخير في 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 الأحزاب والممارسات الأخيرة اللي كانت عندنا، لأننا كنشوفوا بعض الوجوه السلبية موجودة وبعض الممارسات الفاشلة، ما أنا معك تعين الإقرار بذلك، لكن كذلك الممارسات بالاسم المنتمية للأحزاب اللي هي ناجحة، ناس اللي بصموا الباساج ديالهم وهما سياسيين ومنتمين لأحزاب. سيدنا بن عبد الله، أنا كنت من الناس اللي كتبوا بأن تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية هو في نهاية المطاف تحالف في صالح الدولة. التنازلات التي قدمها حزب العدالة والتنمية طيلة هذا المسار ربما حزب التقدم والاشتراكية لعب فيها دور ما، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحرية الفردية، قضايا الهوياتية. أنا أريد فقط تقييم لمسار نبيل عبد الله أو تقييم لمسار حزب التقدم والاشتراكية مع حزب العدالة والتنمية. هل ترى بأنه الحزب طبع مع المؤسسات، طبع مع المشهد السياسي، لم تعود لديه هل طبع يعني مع الحياة السياسية، أصبح حزبا عاديا لا يثير أي مواقف سواء نظر الدولة أو نظر الفاعلين السياسيين؟ أنا في تقديري إلا كسبنا هذا الأمر هذا وكان وعي بذلك، نقول لك بكل صراحة هذا هو كان القصد ديال الحزب، وشخصيا كنت مؤمن بذلك بشكل كبير، وبالطبع بحكم أنني أمين عام ديال الحزب يعني حاولت نأثر في الحزب بهذا التوجه. وأعتقد أنه ما وصلنا إليه اليوم إلى التقرب هذه الطريقة اللي كتقول وإلى التفهم بهذه الطريقة غيكون واحد المكسب كبير بالنسبة للمغرب، وغنتجاوزوا داك الصدمة اللي موجودة وداك الحاجز النفسي السياسي اللي موجود اللي غيجعلنا نتعامل بطريقة مغايرة اليوم إلا تجاوزنا هذا الأمر، لأن هاد الناس فعلا داروا مجهود كبير. أنا بغيت نقول لك واحد المسألة، هذه كنت كنقولها قلتها في لقاء مع العدالة والتنمية، قلت لهم شوفوا احنا في الحزب مقارنة مع أحزاب أخرى تنتمي للحركة الوطنية، احنا في 66 من بعد ما كان الحزب استقبلوا محمد الخامس في 46 وهو حزب شيوعي مغربي، استقبلوا محمد الخامس في 46 بما نسق ديال الاعتراف بالدور الوطني ديال الحزب الشيوعي. فمن بعد داكشي رغم ما عشنا في 59 من منع، رغم واحد العدد ديال الامور، جينا للمؤتمر في 66 وقلنا الملكيه والاسلام والنضال الديمقراطي الجماهيري باش فصلنا هذا الامر، باش ما كاينش اي نزعه لا هي انقلابيه ولا هي بلانكية ولا هي غير ذلك من مغامرة أو غير ذلك. هاد الثورة اللي درنا احنا داخليا من داخل الحركة الإسلامية جزء منها اللي أعطى العدالة والتنمية، كذلك هناك من ساهم في أنهم يبعدوا على أي فكر مغامر وانقلابي ويدخلوا في قبول المؤسسات كما هي وعلى رأسها المؤسسة الملكية. داروا جهود كبير منذ ذلك الحين إلى الآن، بقي فيهم واحد العدد ديال الأمور. لذلك إلى كسبنا هذا الأمر ولينا كنتعاملوا على أساس أنهم حزب من الأحزاب شريطة أن تكون له نكهة مؤسساتية واضحة بينا ونفس ديمقراطي واضح وقبول للاختلاف وللخلاف أينما وجد، أعتقد أنه عنده الحرية في أن يتواجد لأنه لا ينفي حرية الآخرين ولا ينفي المؤسسة. ومادام كنتكلموا على الحريات، نتكلموا على المواقف ديالكم، مجموعة ديال الأشياء اللي عندها علاقة بالحريات وعندها علاقة بالحقوق العامة. كيفاش كتشوف الوضع الحقوقي الآن حاليا في المغرب؟ مثلا نعطيك واحد مجموعة أشياء، مثلا حرية الصحافة، حاضر معنا محمد أحداد اللي هو نموذج ديال واحد ما يصبح القديد لحرية الصحافة، بأنه كان واحد الحكم قضائي اللي صدر في مجموعة ديال الصحفيين، أربعة ديال الصحفيين. هو له سوابق عدلية الآن. حاضر معنا. كيفاش كتشوف هذه القضيه ديال الحريه الصحافه مثلا الان حاليا في المغرب؟ انت اصلا حتى انت كان عندك تجربه، اعتقد انه كنت وزير الاتصال سابقا، اعتقد انه بكل صدق يعني اليوم بامكاننا ان نتجاوز بعض الملفات، وحنا في حاجه على هذا المستوى الى مثلا هذه المساله الاخيره اللي فيها الاخ حداد، يعني انا قلتها في لقاء في وكاله المغرب العربي للانباء، يعني تساؤل حقيقي المغرب ديال 2019 فيه قضية من هذا النوع كتطرح ديال الصحفيين جاتهم أخبار بين يديهم
جايه من البرلمان ما جايهاش من البرلمان نشروها وصحيحه ونشروها وكنمشيو كنتابعوهم. حقا هذا امر متخلف ولا يتماشى ابدا مع دستور 2011. لذلك هذه الشحنه هذه اللي ديال 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 الانفراج عاود راه اكدنا البلاغ السياسي البلاغ ديال المكتب السياسي الاخير عاود جبنا هذه الامور لما صدرت الاحكام قلناها لما صدرت الاحكام ديال الريف عاود قلنا بانه ديال الاستئناف عاود قلنا وعاود قلناها في البلاغ ديالنا الاخير من بعد ما استقبلنا واحد المبادره مدنيه حقوقيه. شنو ديالكم الاحكام ديال الريف؟ اننا هذا الامر اليوم يعني خصنا نتجاوزوا هذه الوضعيه يحتاج الى حل سياسي. خصنا حل من الحلول اللي يجعل اننا نطويو هذه الصفحه طي هذه الصفحه في احسن الظروف وان يساهم الجميع في ذلك بما فيهم المعنيين بالامر، بمعنى ان يكون واحد النوع ديال الانفتاح على انه خصنا نطويو هذه الصفحه ونحاولوا نتجاوزوا هذا الاحتقان اللي موجود، لانه المغرب عنده قضايا اخرى من الاحسن انه يهتم بها اللي هي المرتبطه بالتنميه بالعداله الاجتماعيه، على اننا نبقاو جارين بعض الملفات اللي كتساهم في الـ في الـ في التوتر في التوتر اللي كاين. تمرير اليه العفو من طرف البرلمان اليوم الناس يتساءلون ها هي اليه دستوريه جديده لن يكون في يد الاحزاب لن يكون ما المانع لن يكون ما المانع احنا من الصباح كنتكلموا على الاحزاب وعلى استقلاليه القرار ديالها كيف تريد. بلا فريج قال البارح بان البي جي دي لم يريد ان يناقش الامر. انا كنقول لك دابا الواقع السياسي المغربي فيه ما فيه، وصلنا الى هذه الامور. لذلك خليونا الله يخليكم في هذا الامر، نحن نقول وقلناها في البلاغ ديالنا هذا الامر حنا كنقولوا خصو حل، باش يتوجد الحل خاص يدار في واحد الجو ديال الهدوء وديال اي حاجه اللي كتشبه الضغط باش نتكلم بوضوح غير مقبوله غير مقبوله. فلذلك خليونا رحنا كنجتهدوا بمساعي باش يتم الفهم بانه هاد الناس وقت ما قدرنا نخرجهم سيكون احسن سيكون احسن. وقت ما تمكننا من طي الملفات اللي مطروحه بالنسبه للصحافه والحريه سيكون احسن، وبالتالي المغرب في حاجه اليوم الى انه يعطي صوره معاكسه، صوره ديال الحريه، صوره ديال ولكن صوره ديال المسؤوليه كذلك، صوره اللي فيه للديمقراطيه حقيقه تمارس فيه يعني بواحد الشكل كبير. هذه هي الممارسه الديمقراطيه السويه اللي احنا في امس الحاجه اليها، هذا هو النفس الديمقراطي الجديد الذي نحن في امس الحاجه اليه باش نتفرغوا لاصلاح التعليم، اصلاح النظام ديال الصحه، المسار التنموي الاقتصادي، النموذج الجديد الا بغينا نعملوه، نواجهوا واحد العدد ديال التحديات باش نعطيو اجوبه حقيقيه للمواطنات والمواطنين. بغينا نحافظوا على الاستقرار ديالنا وعلى المستقبل ديال بلادنا، هذا هو المسار، هذه هي الجديه. بغينا حاجه اخرى اعتقد اننا غنحصدوا نتائج لغير منتظره. نشوف فقره اخرى من برنامج وهي وجه لوجه، وغنبداو ثلاثة دقائق اللي مخصصه للحوار ما بين الصحفيين، ونبدا محمد غروس ثلاثة دقائق. تفضل نبيل عبد اللطيف وهبي في احد المقترحات موضوع تشكيل فرق من 12 عضوا الذي كان سيتيح للتقدم الاشتراكي ان يكون له فريق، لماذا لم يستطع بن عبد الله ان يقنع حلفائه بهذه المسألة؟ اش من حلفاء؟ كنقصد الحكومة طبعا. سيريو كيدار لي انه باش نتكلم معكم بوضوح، بركة من النفاق، بركة من النفاق في العالم السياسي. هذوك هما بنفسهم البعض منهم على الأقل اللي كانوا ضد المبادرة، من ساند المبادرة أساسا كانوا إخواننا في حزب الاستقلال، وحييهم على ذلك وأقول ذلك بوضوح، كما ساندوا المسألة ديال الرئاسة ديال اللجنة لما كانت مطروحة عندنا. لذلك اعتقد ان هناك على الاقل وفاء لواحد التاريخ مشترك بين حزبينا، وتحيه لهم من هذا المنبر. خارج ذلك التعامل هو نفس التعامل، وخاصه من بعض الاطراف اللي مفروض انها تقوي تيار يساري اخر، التعامل هو عكس ذلك دون الاعلان عنه، لكن عمليا كل ما يمكن انه يضعف حزب التقدم الاشتراكية الا والبعض يمارس ذلك. في موضوع مؤسف رقم 9 صوت لصالح حكم يعني نواب التجمع الوطني للاحرار، واش هذه ماشي فهمتها اشاره ايجابيه في اتجاه معين؟ على اي حال مرحبا، احنا كنتبنوا ذلك وحيينا 83 واحد اللي صوتوا لصالحنا، لكن يمكن لي نقول لكم احنا على فكره ما كناش في مواجهه مع العداله والتنميه في هذا الامر، كل الامور واضحه. واخا صوتوا الانقلاب في البلاغ الانقلاب ماشي عليهم. أنا نتكلم معكم بوضوح، المؤسسة البرلمانية، المؤسسة ديال مجلس النواب، انقلبت على النظام الداخلي، مؤسسة كاملة بمكوناتها،
لانه النظام الداخلي واضح في المصدر الماده 64 الجديده خلافا لما قال واحد المسؤول في داخل العداله والتنميه لانه يبدو ان ما قراش القانون في صيغته في صيغته الحاليه. الماده واضحه تقول يمكن للفرق والمجموعات النيابيه ان تقدم مرشحين من اجل الحصول على رئاسه. يعني كان حقنا هذاك وكان وعد كان وعدنا كاملين من داخل المكتب ومن داخل الرئاسة بأنه لما غيجي أبريل هذا الأمر غيتم بهذه الطريقة. لما جاء التوزيع كيفاش يمكن يدار هذيك الحصة اللي غترجع لنا كانت غتجي من ديك الحصة الإضافية اللي موجودة عند العدالة والتنمية. هادشي علاش كانت مواجهة. نعم. مع الأسف كان يمكن للرئيس على وجه الخصوص أنه قبل ما يدخل المسألة التصويت أنه يحرص على التوافق كما كيحرص على التوافق في قضايا اخرى. علاش جات هذه وكاين ربما اللي اشار الى انه من الاحسن بما ان الامر يتعلق بين التقدم والعداله والتنميه دخلهم يتواجهوا داخل القاعه. لذلك حنا ما غنسقطوش في هذا الفخ. حنا ما عندناش مشكل مع العداله والتنميه في هذه القضيه. عندنا المشكل مع المؤسسه ديال مجلس النواب. هذا حقنا المشروع اللي كيعطي لنا الماده 64 واللي كيعطي لنا المجلس المحكمه الدستوريه التي اقرت بانه المجموعات عندها الحق باش تكون عندها رئاسه. هل توقف ما اعتبرتموه انتقاما يجري في حق البي بي اس بسبب مواقفه واصطفافته اليوم؟ هل توقفت العمليه ام لا؟ انا كيظهر لي بان التقدم الاشتراكي يوجد اليوم في موقع اللي كيجعل انه هناك تفهم وهناك تعامل ايجابي معه في المستوى الضروري. اتمنى ان يستمر ذلك. ثلاث دقائق ديال السي محمد حداد. سيدي نبيل عبد الله، اول سؤال، انت تعرف بن كيران جيدا، هل تعتقد انه يمكن ان يعود يوما ما الى الحياه السياسيه؟ انا بصراحه اذا كنت كتعرف مدام سولي، مدام سولي كانت كتقرا في ذاك الشيء ديال سميتو، كتعرف اش غيوقع في المستقبل. انا ما كنعرف، ما كنقدرش ندير هذا الشيء. انا كندير السياسه بمعنى اللي امامي كنعالجو وكنحاول نفتح افاق كما علمني حزب التقدم والاشتراكيه ذلك. هذا سؤال صعيب علي نجاوب عليه. هل اقنعك العثماني بالاسباب الحقيقيه لاقاله شرفت افيل؟ لا، وقلنا ذلك بوضوح وقلناها في بلاغ ديال المكتب السياسي، قلنا هذه امور غير مقنعه. لكن مع ذلك الخطوه اللي قاموا بها وقالوا لنا بانهم في حاجه الى ان نستمر معهم في هذه التجربه جعلت اننا اعطينا الاسبقيه لذلك. لكن قلنا اننا سنبقى في هذه الحكومه بهاجس دعم الاصلاح. كان الاصلاح واستمر وكان قوي ومشينا الى الامام على هذا المستوى حنا فيه، ما كانش شيء راه يمكن في اي وقت نراجعوا. وهذا الموقف هو اللي هو موقفنا اليوم. اذا تبيننا بان ما هذا الشيء ما غاديش في اتجاه صحيح سيكون لنا موقف اخر. هل يمكن احياء الكتله الديمقراطيه اذا تبدلت او تغيرت قياده الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه؟ ماشي هكذا كنجاوبوا على السؤال. هل يمكن ان تكون الكتله الديمقراطيه بمكوناتها الحاليه او بمكونات اخرى؟ الكتله الديمقراطيه ماشي مساله جامده. كيمكن الفكره، هي الفكره، هي تجمع ديال الوطنيين والديمقراطيين والتقدميين من اجل الديمقراطيه ديال البلاد والدوله ديال المؤسسات والدوله ديال النماء الاقتصادي والدوله ديال العداله الاجتماعيه. هذا هو مفهومنا نحن للكتله. في وقت اخر كنا كنسميه الثوره الوطنيه الديمقراطيه، في وقت اخر كنا كنسميه الوصول الى بناء الدوله الوطنيه الديمقراطيه. ف كل من يمكن أن يساهم في ذلك مرحبا. يمكن يكون مع الاستقلال ومع الاتحاد، يمكن يكون مع الاستقلال ومع الاتحاد ومع قوى أخرى، يمكن يكون مع جزء من هادو وقوى أخرى. هذا ما حصل مع العدالة والتنمية، لذلك تحالفنا مع العدالة والتنمية في فترة معينة. سؤال آخر. احنا المهم هذه هي السكة ديالنا وهنا غنبقاو، ما عمرنا ما غنحيدوا لا هكذا ولا هكذا، دفاعا على امور اخرى اما انتهازيه اما شخصيه. سؤال اما اخير وبشكل منحرفة. مباشر، الى حدود الان هناك نقاش حول لغه التدريس، كيف ينظر سيدنا نبيل بن عبد الله الى هذا النقاش؟ هذا واحد نكره اللي دار، واحد الحجاب اللي دار امام المغاربه. وفي لما كنطرحوا الاصلاح ديال التعليم كيخرجوا اللغه من الجانبين، اما الهويتيين زياده اللي كينوضوا كيتعصبوا كيقول لك العربيه، واما هذوك اللي عندهم مشكل مع العربيه مرجعيا. هنا بلاد فيه العربيه عندها دور. اليوم الدستور اقر كذلك بالامازيغيه، الامازيغيه باقي ما عندها الادوات الكافيه لان تدخل الان في هذا الحوار وفي هذا النقاش. لكن العربيه هي اللغه الاصليه، والانفتاح على اللغات اي واحد اللي كيقول حاجه اخرى راه حمق. ما يمكنش تدير شي حاجه اخرى من غير انفتاح على اللغات، اما باش تعلمها منذ الاقسام الاولى، اما باش تدرس بها
في بعض المواد معينه. ولكن خليني نقول لك واحد المساله، راه المشكل ماشي في اللغه، المشكل ديال التعليم. اللغه هي جزء، المشكل ديال التعليم في الجوده ديالو، المشكل ديال التعليم في دور المدرسه العموميه. المدرسه العموميه اللي هي المدرسه ديال المساواه، ديال التساوي، ديال الحدود، ليغاليتي دي شانس، خاصها تكون مدرسه جيده، مدرسه اللي تصلح، مدرسه اللي الابناء ديال الشعب المغربي كلهم يرجعوا لها بمختلف مستوياتهم، نعالجوا فيها جوده البرامج، نعالجوا فيها المسالك، نعالجوا فيها الاوضاع ديال الموارد البشريه، باش الموارد البشريه تكون موارد مكونه وعندها شروط اجتماعيه ومعنويه اللي كتتيح لها انها تكون الابناء ديال شعبنا على احسن ما يرام، ويصبحوا هادو هما اللي كيبنيو البلاد. الساعه ديال الحوار سالات. شكرا لك. كنذكر بان الضيف ديالنا اليوم كان هو السيد نبيل عبد الامين عام حزب التقدم والشراكه. شكرا لك الحضور. الساعه دازت دغيا كما العاده. كما العاده. كنشكر ايضا الزملاء محمد احداد الصحفي بيوميه المساء، سي محمد غروس مدير موقع العمق، شكرا لكم للحضور معنا. شكرا للمشاهدين الكرام، والى اللقاء الاسبوع المقبل.